أوقاتكم متابعينا بكل خير. اليوم وصفتنا المغربية راح أعملها على طريقتي. في لها طرق كثير للمغربية بس اليوم أنا راح أشتغلها على طريقتي. خلينا نتابع تحضير الوصفة. اليوم وصفتنا المغربية طبعا تجي هاي مع حمص حب، بصل، كويزات بصل، حبيبات بصل صغيرة. اليوم انا راح اسويها مع دجاج. ممكن تستوي بنفس الطريقه مع اللحم، في لها اكثر من طريقه. اليوم انا راح اشتغل على طريقتي. ممكن في طرق مختلفه بده يعملوها بطريقه ثانيه. في اللي بيطبخ المغربيه مع الصوص كلها تكون صايره قوامها قريب من الشوربه بس تكون سميكه. انا راح اعملها هالمغربيه، راح اسلقها شوي، راح اقلبها بعدين مع التوابل واضيف لها شويه مي دجاج بتضل بالشكل محافظ على شكلها. والدجاج راح اسلقه، اخذ ميته راح اعمل منه الصوص، اقدمه على الجنب. خلينا نتابع تحضير الوصفة هاي. هلا بالبداية بحط مي على النار مع شوية زيت وملح، راح احطهم على النار بس مجرد يغلي راح انزل المغربية مع تحريك باستمرار عشان ما تلصق. بالاثناء هاي راح اقوم بتحضير توابل. التوابل شوي راح اقلبها مع المغربية وبقية التوابل راح اضيفها مع الصوص اللي راح اجهزه اللي تقدم على الجنب. في ناس تفضلها مثل ما ذكرت تكون الصوص معاها مع المغربية والحمص والبصل والدجاج على الوجه. طبعا الدجاج راح اقطعه على اربعة، خليه بعظمه بس شوية احمره، اخذ منه طعمة الدجاج، تتبيلة خفيفة للدجاج مشان الزفارة تبعته. طبعا الدجاج انا غاسله بطحين وملح مخليه عشان تطلع الزفارة فيه، ما يعني ما يكون فيه زفارة. وهلا خلينا نتابع تحضير الوصفة. انا راح احط مي على النار، خليكم معنا. هاي المي راح احطها على النار، تقريبا راح نسلقها كانوا عم نسلق باستا. شوية زيت ورشة ملح. هاي الدجاج نقطع على اربعة. تبل الدجاج تتبيلة خفيفة كثير، رشة فلفل أسود، ملح ورشة قرفة. هون المي على النار بدأ شوي بيغلي عشان نزل فيه المغربية. رشة ملح، هاي رشة قرفة، قلبها مع بعض عشان أبدأ بتحمير الدجاج وبعدين راح أسلقه. هلا ننزل بالكراوية مع تحريك باستمرار عشان ما تلصق على بعضها، يعني تقريبا 10 دقائق. التوابل اللي راح اخلطها مع الكروية مع الكرفة والاشياء دول راح اخلطهم، تقريبا ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود، ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، 7 بهارات، ملعقتين كروية مطحونة، ملعقة كرفة كبيرة، ملعقة ممسوحة من الكمون. راح اخلطهم مع بعض عشان استخدمهم. هلا هيك صاروا جاهزين. هاي تقريبا بعد 10 دقائق، يعني بعد بدها شوية، راح اصفيها من المي احطها على جنب. شوية سمنة او زيت او زبدة على حسب الاختيار. خاص على النار بس احمر الدجاج شوي يعطيه لون. هلا راح اشيلها من على النار على السلق. هلا بنفس الطاسة راح اضيف البصل شوية يعطي لون. الدجاج ضفت عليه مي عشان اسلقه. راح احط 3 ورقات غار مع عودين قرفة وملعقة صغيرة من الهيل المطحون. هاي عودين قرفة. هلا هيك صار جاهزين، تبين تقول ياخذوا لون عشان هيك يطلع اللون البني من الصوص. عندي هون حمص سابق مجهزه انا، راح اضيفه على الدجاج بس عندي الدجاج يجهز. اخر 5 دقائق راح اضيف الحمص والبصل كمان راح اضيفه بس يبدا الدجاج بالغليان عشان ما كمان يفرط معي حبات البصل كويزات البصل. خليط التوابل راح اضيف على مية الدجاج. هلا هون راح اضيف ملعقتين كبار من الدقيق الابيض عشان اعمل صوص. الصوص هذا راح اساويه يطلع صوص بني معي. راح اخذ من مية الدجاج طبعا بعد ما تغلي. دقيق ابيض، ملعقة كبيرة من التوابل، قلبها مع بعضها، الحمص والبصل راح اضيفهم. هلا ننزل بالبصل. طبعا انا هون ضفت ورق غار كمان وضفت الهيل ملعقه صغيره. اضيف شويه ملح
هون بعد ما حمصت الطحين مع السمنه اللي خليت فيها الدجاج والبصل، اضيف عليها المي. نبدا بالتحريك شوي لحتى اذا شفنا الصوص كثير سميك ممكن نضيف شويه مي، ما نكتر بالمي عشان الصوص ما يطلع معي كثير خفيف. هلا الصوص صار عندي جاهز، شايفين السماكه هاي المطلوبه، طفي عليه بحطه على جنب. هلا بقدر ثاني على النار، حط شوية زبدة مع زيت أقلب فيه المغربية، نجيب ملعقتين كبار زيت، زبدة أقلبها شوي، ملعقة توابل المغربية. هلا قلبتها هيك شوي مشان تاخذ نكهة التوابل، شوي دسمة الزبدة والزيت. طبعا المرحلة هاي في ناس بتفضل تشيل المغربية بتنزلها مع الدجاج أثناء السلق والبصل، بس أنا راح أعمل بطريقة ثانية. هذا الدجاج راح أشيله من على النار، بخليه من العظم. الحمص الموجود معي راح أنزل على المغربية، راح أحط شوية مي وأغطي عليها لحتى تستوي بشكل كامل. طبعا البصل المتبقي راح أزين فيه وش المغربية مع الدجاج. في اللي يفضل الدجاج كمان يقلبه معاها شوي ويخلي الثاني على الوجه كمان بصير. كمية خفيفة كثير من المي، بغطي عليها شوي. هاي الدجاج بعد ما خليته من العظم، الصوص اللي سويناه حطيت معاه شوي دجاج وحمص، طبعا البصل فيه، وهذا الحمص مع مية الدجاج اللي ضلت. مية الدجاج اللي يحب يستخدمها لها كذا طريقة يعني. انا حبيت اعمل صوص مع الطحين، في طحين يعني عملت صوص سميك وصوص خفيف، كلكم حريه الاختيار. هون المغربيه كل شوي مثلا بقلب بحط ميه الدجاج بضيف لها. طبعا انتبه على التوابل، في ناس تفضل التوابل كثير وفي ناس تفضل التوابل ما تكون كثير، الشغله كمان اختياريه. بين شوي بقلبها مشان ما تلصق لانه فيها نسبه نشا كبيره، شايفين ما ملزقة على بعضها. هاي كانت وصفتنا اليوم. بنروح لطبق آخر فقرة من اليوم، هي طريقة التقديم، حط طبق التقديم. هاي كانت وصفتنا اليوم، بتمنى يكون الوصفة نالت إعجابكم. شكرا للمتابعة ولتعقيدكم بوصفات جديدة.